بسم الله. دلوقتي خلينا نشوف مع بعض حاجة للزو في النفس وركس. أنا دلوقتي هبدأ أشوف موضوع الكلاشات، فأقول له مثلا أنا عايز أشوف كلاش معين، وليكن أقول له تيست، وأبدأ أقول له مثلا أنا عايز أشوف كلاشات بين مثلا، خلينا نشوف مثلا بين الإير تيرمينال مثلا و ال، خلينا مثلا ناخد مثلا حاجة إنشائي مثلا الوول والستراكشر الستير، اقول له ران تيست. ده مثلا كلاش، تمام. انا عايز الكلاش ده اعرف هو موجود فين في الريفت، بدل ما اخد الرقم وادور عليه والسجل المدني ويقول لي افتح عينيا بكره وفين الحلاوه يا استاذ والحاجات ديت. لا، انا هفتح بس الريفت كده واقول له ادنس، تمام. اقول له اكسترنال تولز نفس وركس سويتش باك 2019. ما قلتوش حاجه اكتر من كده. ايه الفكره بقى دلوقتي؟ انا بقول له شغل السويتش باك، يعني اول ما تجيلك اوامر من نفس وركس خليك ايه منتبه لو جات لك اي اوامر، تمام. انا هعلم على العنصر دوت اللي فيه الكلاش، علمت عليه اهوت، وهدخل في ايتم تولز واقول له سويتش باك. يعني ايه سويتش باك؟ يعني انا عايز اشوف العنصر ده موجود فين في الريفت بس. اهو سويتش باك، هدخل في الريفت هيعمل لي ايه؟ انا مش فاتح مشروع، انا متعمد انا افتحش مشروع، هو هيفتح المشروع ويعمل زوم على العنصر دوت، تمام. فدي حاجه لذيذه جدا اهو، اوبن سيستنج بروجكت. دي فكره السويتش باك. السويتش باك ان اي عنصر الاقيه في مشكله او عايز اشوف موجود فين في الريفت، او مثلا وانا بدور ممكن يكون في مشكله في التصدير مثلا، فمش عارف العنصر ده موجود فين، فاقول له وريهولي في الريفت، فيبدا يفتح المشروع الخاص بيه ويفتح العنصر ده موجود فين، يعمل زوم عليه. اه بص، بيقول نفس ورك سويتش باك، وعمل لي سيلكت على العنصر اهوت، وجاب لي الخصائص بتاعته، وكل حاجه جاهزه ان انا ابدا اشتغل عليه، تمام. فدي من ضمن المزايا كويسه جدا في الشغل بين برامج انتجريشن مع بعض، او برامج بتتبادل المعلومات مع بعض. عجبك الفيديو؟ لايك شير واشترك.